المهندس خالد المنصوري يقول: هناك الكثير من التجارب والممارسات الناجحة على مستوى الحكومات المحلية، لماذا لا يتم الاستفادة منها على المستوى الاتحادي؟ أنا وسيف ومنصور شو نسوي يعني؟ أنتوا لو تشوفوا الحين وراك للسائل، منو سائل؟ خالد المنصوري. يا خالد لو تشوف أنت هاي القاعة اللي أنا سعيد وإخواني بها، تشوف أن اتحاديين ومحليين، هالموظفين اتحاديين ومحليين، هذا يعني من اللقاءات اللي يكونوا مثل ما قلت أنا أنهم هم يمشون على خطة واحدة ويتبادلون المعرفة، ولكنهم الآن نريدهم أن يكونوا تحت رؤية واحدة، وهذا اللي احنا اللي نسعى له. وأنا صراحة سعيد أن أشوف هذا إلى المستقبل الجيد.